أنا جوال بدر أنثى خلقت هيك والله كان بده ياني إنه أنا أكون هيك. جاوبينا، أنت خلقتي بعضوين صح أو لا؟ صح. اليوم أنت خلقتي بعضوين مزدوجين، أي متى أصبحت فعلياً أنت امرأة؟ بال 2014. بال 2014؟ أنا بال 2014 صرت امرأة بكل ما معنى للكلمة. نعم. واسمك جوال بدر. جوال بدر. اليوم لما صرت امرأة بكل معنى الكلمة شو تغير بحياتك؟ أوه كتير قصص. كتير. السجن اللي كنت فيه طلعت منه. كنت بسجن؟ أكيد. إيه كنت حاسة حالك مسجونة؟ أكيد. أوكي. ما عندي هوية لحتى لي أعرف حالي شو أنا. يعني بدي أنا خلقاني بنت شكلياً شي تاني وماني عارفة كيف بدي برر لهيدا وبرر لهيدا. هلك التمام أنا كمان تعبت تعبت أنا وبرر وحتى بعدني لليوم ببرر. هلا حأحكي عن هيدا الموضوع. أنت اليوم أخطأت أنت وصغيرة؟ أخطأت. كل إنسان بيخطأ. أخطأت أو ما أخطأت؟ أخطأت. تندمي على هيدا الغلط اللي عملتيه؟ أكيد بندم لأنه كنت ماشية مع ناس ورطوني بكتور أمور. أكيد بندم وتحسبت وكتر خير الله وعيش حياتي هلأ كتير حلوة. ولو ما أنا تعلمت من الشيء اللي هلأ اللي صار معي بحياتي ما كنت شفتني معك هون. صحيح. جاوبيني على هيدا السؤال، ليه ما صيدتي؟ لأني ماني جوعانة شهرة. لو جوعانة شهرة كنت صيدت. بس كنت جوعانة شهرة قبل؟ لا ما كنت جوعانة شهرة. لا لا ما كنت جوعانة شهرة. لو جوعانة الشهرة كنت شفتني هلأ بمحل تاني. لما غلطت شو كنت؟ أنا كنت بنت صغيرة موجودة وعندي صراع صراع كيف بدي لك يا صراع مش عارفة هويتي شو أنا، مش عارفة أنا وين بدي أكون، مش عارفة شو بدي أعمل. كان حوالي عالم وناس قربين مني نزعوك. نزعوني ورطوني. نزعوك وورطوك وصلت لآخر شيء أنه أهلك بمرحلة من المراحل تبروا منك. ما تبروا مني، مش فعليا على الأرض، بطلوا يحكوا معك. بطلوا يحكوا معك حقهم. لأنه حقهم. 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 صح. شو بتقولي لأهلك اليوم؟ بقول لهم مرسي لأنكم وقفتوا حدي بالعملية اللي أنا عملتها. مرسي لأنكم دعمتوني بكل شيء بكل ثانية. خليني بس كمل لهم. تفضلي. وأنا بحبكم كتير مثل ما أنتم بتفتخروا فيي وشايفين حالكم فيي بكل المنطقة وبكل الضيعة وقدام كل الناس والعالم وما بتستحوا فيي. وعلى فكرة بابا طلع معي على قناة الجديد. صحيح. يعني بابا لو عنده 1% أنه أنا إنسان مغير حالي لأنه أنا بدي ما كان طلع معي. كتير منيح. جوال باختصار أنت اليوم منك عم بتصححي، انت مصححه متصححه جنسية. متصححه مش شو متحوله جنسيا. منك انت متحوله؟ لا ماني متحوله. شايف قدامك بنت متحوله عم بسأل. متحوله شيء. اوكي. المتصححه شيء. انت اليوم جوال شو متصححه جنسيا؟ متصححه. عشان هيك ما في غيرك اليوم قلتي لي. انا ما قلت ما في غيري بمعنى ما في غيري. أوكي. ما في غيري. شفت لك شي وحده طلعت قالت انا متصححه جنسيا؟ شفت لك انت عم بسالك. أوكي. انا كسؤال شفت شي وحده. انا هون بدي دير الحوار. اوكي انت ديره للحوار. بس انا بعدني لحد هلا ما شفت انسانه حالتها مثل حالتي مع تقارير طبيه مع فتوى شرعيه. كثير منيح. عندك فتوى شرعيه طبعا وعندك تقارير طبيه طبعا. يعني انت خلقانه امراه. اكيد خلقانه. يعني امرأة. اليوم لشو بعدنا عم نعمل هيدا الجدال ولشو بعدنا عم ناخذ ونعطي؟ مخلوقه خلقانه خلقه ربنا عندها هيدا الشيء موجود فيها وبتكوينها يعني اليوم. مشان هيك عطوك فتوى شرعيه. مين عطاك الفتوى الشرعيه؟ الشيخ احمد طالب. المفتي احمد طالب. نعم اكيد انا بحترمه وبقدره. عطوك هويه؟ عطيوني هويه. عندك هويه بتقول حضرتك جوال بدر؟ اكيد. مسلمه شيعية؟ أكيد. أوكي. ليك غير وجهك؟ لا ما تغير. بالعكس أنه ما بحب أحكي بالأديان لأنه أنا لا شكلي الشيه هالجواب. أي أنا كلكم ما بتحبوا تحكي. لا أنا ما بحب أحكي بالأديان. وبرا بنحكي ومنسبسب بعضنا ومنبهدل بعض. هني هيك أنا مني هيك.